แล้วก็จะฟูดตัวAlmost, and in this way, anesthesia, that فيها three sub-specialties. قسم التخدير في أي جامعة دلوقتي. في ثلاثة sub-specialties وممكن يوصلوا أربعة كمان. أول sub-speciality هي الأنستيزيا. التخدير هو الأصل. أخدر عيان بنت ولي ولا بنت مقطعي ولا نصفي ولا بكل أنواع البنك. القسم الثاني اللي هو surgical intensive care، يعني العيان لو عنده مشكلة في القلب أو في الصدر أو وعمل عملية ومحتاج رعاية مركزة، بنطلعه بعد العملية على surgical intensive care عشان نصلح له المشاكل بتاعته. عنده acid base imbalance، عنده مشكلة في الإلكترولايتس، عنده مشكلة في الكيمياء، كل ده يطلع على رعاية مركزة جراحية واللي ماسكها ومسؤول عنها دكاترة التخدير. القسم الثالث أو الصب سبيشاليتي الثالثة في التخدير pain management اللي هي أصل التخدير. هو دور التخدير إيه؟ إن أنا أخلي العيان ما يحسش بالعملية وبعد العملية ما يحسش بوجع. ودول أكتر نقطتين بيخوفوا العيان. العيان ما بيخافش من الجراحة، ما بيخافش من العملية، لكن يقول لك أنا خايف من التخدير وخايف من الألم بعد العملية. فالبين مانجمنت بنقسمه لحاجتين: أكيوت بين مانجمنت وكرونيك بين مانجمنت. الأكيوت بين مانجمنت زي البيري أوبراتيف بين، يعني واحد عمل عملية وعنده بين، ألم حاد لسه حاصل له سبب عملية، أو تروما، عيان في عمل حادثة وحصل فيه كسور عنده، أو عيان أكيوت أبندسايتس أو أكيوت رينال بين أو ده اسمه أكيوت بين وبياخد العلاج بتاعه ويستريح. القسم الثاني من البين مانجمنت كرونيك بين مانجمنت، يعني الألم قعد موجود عند المريض، نديله علاجات ولكن ما بيستجيبش للعلاج لفترة زادت عن 3 شهور، بنعالج فيه وما بتعالجش، والسبب خلاص انتهى لكن الألم موجود. زي واحد عملنا له مثلا يعني دايابيتيك فوت وعملنا لوني امبوتيشن، خلاص قطعنا له الجزء بتاع دايابيتيك فوت ده لانه خلاص يعني نكروتيك ومات وبتاع فقطعوه. فالعيان يجي لك بحاجه اسمها فانتوم ليم بين، حاسس بصبع رجله اللي اتقطع. يا عم ده اتقطع مش موجود. لا انا حاسس بيه موجود وفي الم شديد جدا، ما بعرفش انام الليل من الم صباع رجلي اللي اتقطع. ده اسمه فانتوم ليم بين، وده نوع من انواع الكرونيك بين وله العلاجات بتاعته. مثلا بوست هيربيتيك نيورالجيا، الهربس زوستر، الحزام الناري، لو ما اتعالجش كويس في اول 3 شهور بندخل في حاجه اسمها بوست هيربيتيك نيورالجيا سيفير بين، ما بيستجيبش لاي علاج. ده نوع من انواع الكرونيك بين. احنا عندنا بين اكيوت بين، بيري اوبراتيف بين، او كرونيك بين زي كرونيك بين سندروم زي بوست هيربيتيك نيورالجيا او فانتوم ليم بين او كانسر بين. عيان عنده كانسر ووصل لإند ستيج في الكانسر وبدأ يدخل بقى الكانسر، يعمل انفيجن للتشوز والبون والميتاستاسيز والكلام ده كله، يعمل لي بين في أماكن مختلفة، فده اسمه برضه كرونيك بين. السب سبيشالتي الرابعة في الأنستيزيا اللي تبع قسم التخدير يعني النيوتريشن، بنسميها مثلا ثيرابوتيك نيوتريشن، يعني عيان عنده رينال فيلير هنغذيه ازاي؟ ايه نوع التغذيه اللي هو هيتغذاها علشان نحافظ على جسمه؟ عيان عنده هيباتيك فيلير، عنده هارت فيلير، عنده دايابيتس ميليتس، هنغذيه ازاي؟ ايه التغذيه اللي هياخدها خاصه لو هو في الرعايه المركزه؟ دي السب سبيشاليتيز الموجوده في التخدير حاليا: انستيزيا، سيرجيكال انتنسيف كير،
pain management and therapeutic nutrition. انا بس بضيع وقت لغايه ما تيجي 9. هي جت 9. جت 9 خلاص نبدا. مش ما عندكش اعتراض؟ انت الممثل بتاع الدفعه، جاوب. نتوكل على الله. ابدا توكل على الله. توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عماد لطفي، مدرس تخدير وعلاج الالم في كليه الطب جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. وهندرس لكم الكورس بتاع الانستيزيا ان شاء الله اللي احنا فيه دلوقتي. الكورس ده هيكون معايا الدكتور علاء اليازي، هو هيقول محاضره وانا هقول محاضره. المحاضرات بتبدا من 9 ل 11، ساعتين المحاضره. الالتزام بالحضور مهم جدا لان عليه درجات. في امتحان ميد تيرم ب 10 درجات، وفي امتحان فاينل ب 20 درجه، وفي امتحان كلينيكال 15 درجه، والحضور بخمس درجات. اللي هيحضر وهناخد الاتندنس كمان عشان اضمن ان اللي حضر خد الخمس درجات، واللي ما حضرش مش هياخدها. خلاص كده؟ عشان ما يبقاش في ظلم. طبعا هو الدرجات قليله لكن بتهيألي بقت تفرق معاكم دلوقتي. صح. يعني ال 50 درجه هيفرقوا معاكم. فدرجه يعني احنا مش معقدين عشان تبقوا عارفين برضه، احنا يعني قسم مش معقد. احنا يهمنا ان احنا نعلمكم صح، وان المعلومات اللي احنا بنقولها بتكون مركزه، وان السورس بتاعنا موحد ما فيهوش تشتيت وتضييع في الوقت والمجهود، واللي بيذاكر واللي بيحضر بيجيب الفول مارك. خلاص؟ نظام ثانوي عام درس، يعني ده يعتبر درس خصوصي كده. فنرجو الالتزام، واللي عنده سؤال يبقى يسال. اول محاضره النهارده في كورس الانستيزيا بري اوبراتيف بين بري اوبراتيف بيشنت مانجمنت. بري اوبراتيف بيشنت مانجمنت، عيان هيعمل عمليه لازم اجهزه للعمليه، لازم يكون العيان جاهز لانه يتخدر. خلاص؟ مش اي عيان بجيبه من الشارع وادخله العمليات واعمل عمليه واطلع، لا، العيان لازم يكون متجهز ومتحضر لانه يتخدر ويعمل عمليه ويطلع بسلام. فاحنا النهارده حضرتنا بري اوبراتيف بيشنت مانجمنت. ايه الهدف من المحاضره؟ او البري اوبراتيف بيشنت اسسمنت ايه الهدف منه؟ اول حاجه استبلش ادكتور بيشنت ريليشن شيب. العيان ده هيجي لي العمليات، هقعد معاه ساعه ساعتين، ممكن 10 ساعات 12 ساعه، هو وحظه حسب العمليه بتاخد وقت قد ايه، من اول ما اشوفه لغايه ما اصحيه واخرجه من العمليات، واحتمال اعمل له بين مانجمنت بوست اوبرتيف الاكيوت بين مانجمنت، فهكون متابع معاه لغايه ما يخرج من المستشفى. فلازم يبقى في ريليشن شيب بين الدكتور وبين البيشنت بتاعه، علشان العيان يحس بالفاميلياريتي ويحس بالامان ان الدكتور بتاعه اهتم بيه وجه شافه قبل العمليه، مش مجرد بس اداله حقنه نيمه وحقنه صحاه وخلاص، لا، في ريليشن شيب. لسه الاسبوع اللي فات شايف حد عنده 80 سنه هيعمل عمليه بروستاتا، تمام؟ كان دخل في مكان عشان يعمل عمليه، لغايه ما وصل باب العمليات دكتور التخدير ما كانش شافه. خلاص هو عنده 80 سنه وعايز يطمئن من ناحيه التخدير، هينفع يتخدر ولا ما يتخدرش؟ فكان متوتر جدا لدرجه انه اتصل بحد قريبه دكتور، قال له دكتور التخدير ما شافنيش لغايه دلوقتي وانا داخل العمليات دلوقتي. قال له ما تدخلش العمليات. الغي العمليه خالص وما تدخلش العمليه. دكتور التخدير ده مهمل. دكتور التخدير ده مهمل، ليه؟ لانه ما شافش العيان قبل ما ينزل العمليات، وممكن يكون ضغطه عالي مش متظبط، محتاج يظبط ضغطه. ممكن يكون عنده مشكله في النبض، محتاجه تظبيط قبل ما ينزل العمليات. ينفع انزل عمليات لغايه على المريض ادخله باب العمليات او انيمه على ترابيزه العمليات واجي احطه على المونيتور الاقي في مشكله اقول له لا اطلع بقى خلاص انت عندك مشكله محتاجه تصليح الاول، حد يرضى على نفسه؟ يعني كفايه السايكل تروما اللي هو هيبقى فيها، كفايه التوتر اللي قبل العمليه ده كله لغايه ما اوصل لترابيزه العمليات قوم توتره تاني ممكن يأرست من اللي حصل. فالري اوبرتيف اسسمنت مهم جدا قبل ما العيان ينزل العمليات.
ودي رسالة بوجهها لكل الناس اللي هيشتغلوا سواء جراح أو تخدير، جراحة أو تخدير. احنا بنشوف، معلش، بنشوف مهازل. وظيفتي ان انا ابلغ الصح وانتوا تطبقوا الصح. العيان يتشاف في غرفته او في العياده الخارجيه بتاعتك قبل ما ينزل العمليه او قبل ما يكرر العمليه. الحاجه الثانيه الايم اوف بري اوبرتيف بيشنت اسسمنت، ايدنتيفاي ميديكال بروبلمز ريكواير بيرسون مانجمنت. في عيانين بيبقوا ميدل ايج او يونج ايج ما عندهمش مشاكل، ابقى عارف ان ما عنديش مشكله، بس برضه ممكن يكون في حاجه كونجنتال موجوده عنده. في بعض يعني طفل مثلا عنده 5 سنين لكن الايكو بيقول ان عنده فنتريبرال سيبتال ديفكت او انتريال سيبتال ديفكت او اي نوع من انواع الاريزمي. خلاص؟ فده يونج ايج بس برضه عنده بروبلم لازم تتصلح. عيان اولد ايج عنده سي او بي دي او كرونيك برونكيال ازمه. خلاص الحاجات دي لازم لما هشوف العيان هشخصها واشوفها العيان منتظم بالعلاج بتاعه ولا لا. ريسك اسسمنت اوف انستيزيا اند سيرجري تو بلان اسيف انستيزيا كير. اعرف الريسك بتاع الانستيزيا وبتاع الجراحه. الانستيزيا لها ريسك ولها كومبليكيشنز وسايد افكتس وبرضه مرتبطه بالحاله الصحيه الفيزيكال ستيتس بتاعت المريض. في مريض بيبقى نورمال ما عندوش مشاكل، في مريض عنده كنترولد كرونيك ميديكال بروبلم، في عيان عنده كرونيك ان كنترولد ميديكال بروبلم، في عيان نايم في سرير الرعايه، في عيان برين ديس مستني نعمل اورجان دونيشن ناخد منه حاجه اورجان كده قبل ما يموت. فهنقول دلوقتي الريسك بتاع الانستيزيا اللي بنسميها اسا فيزيكال ستيتس كلاسيفيكيشن. يبقى نبقى عارفين الريسك بتاع الانستيزيا. الجراح في ماينور سيرجري او مايل سيرجري، في مودريت سيرجري، في ميجر سيرجري. عمليات القلب والصدر، عمليات ميجر سيرجري، عمليات الابدومينال سيرجري، عمليات المخ، عمليات السباين سيرجري، دي كلها ميجر سيرجري. بتاخد وقت كتير في غرفه العمليات، فدي لازم نبقى عارفين الريسك بتاع الجراحه وبتاع التخدير. الداتا بيز ببقى عارف بقى معلومات عن العيان، احطها داتا بيز بتتحط عندي في الفايل بتاع العيان او على الكمبيوتر علشان اعمل كومباريزون بتوين بالنسبه للفايتال ساينس اوف بيشنت بتوين بري اوبرتيف وانترا اوبرتيف وبوست اوبرتيف. هتفيدني في اني احافظ على العيان بتاعي ولو حصل اي انسيدنت اقدر اعمل له مانجمنت، وهتنفعني بما اننا في جامعه في البحث العلمي داتا بيز موجوده عندي ادخل عليها في اي وقت اي معلومات عايز اجمعها هجمعها. Obtain an informed written consent for anesthesia and search. لازم العيان يوافق موافقه كتابيه على اجراء الجراحه والتخدير. موافقه كتابيه يعني هتكتب كده في الموافقه انا موافق، انا فلان الفلاني موافق على اجراء عمليه استئصال الزايده مثلا تحت مخدر عام او مخدر نصفي واحتمال مضاعفات كذا كذا كذا، احتمال دخول رعايه مركزه علشان كذا لو في اي حاجه تقول ان في احتياج للرعايه المركزه، والطبيب بيوقع، التخدير بيوقع، والجراح بيوقع، والمريض بيوقع، وشاهد من اسره المريض بيوقع على انه مضى الموافق يدخل العمليات. ليه؟ ما ده يعني ده تعاقد. تعاقد بيني وبين المريض. انا هدخل اعمل له عمليه، اجرحه، اخدره، اعمل له حاجه، فلازم يبقى في تعاقد وموافقه وتوافق بيني وبينه. لو انا ما عملتش كده ممكن يروح يشتكيني، الدكتور خطفني واخد كليتي. هو اصلا ما عندوش كليه. مثلا يقول لك الدكتور خطفني واخد كليتي. طب ازاي؟ لا ده ما حصلش، احنا عملنا ازاي ده بس؟ لا ده بيقول لك انت خدت كبير. يا جماعه احنا عملنا ازاي؟ ايه اللي يثبت؟ ما فيش اي كونسنت ولا في اي حاجه تقول ان في تعاقد حصل بينك وبين المريض. لو ما مضاش الكونسنت جيت اقول له كده هنعمل موافقه كتابيه على انك تعمل ازاي ده تحت مخدر عام واحتمال ان احنا نلاقي الزايده منفجره وان يحصل لخبطه في الفايتال ساينز بتاعتك وبعد العمليه دخلك الرعايه تتحط اندر
النقطه دي عشان لو في مشكله تصلحها. يقول لك لا انا عندي ازاي لو بس ايه اللي دخلت الراعي يا سيدي يديك يديك افهم. لا مش عايز افهم انا اعرف ان ازاي ده نص ساعه بتتعمل اخر يوم او ثاني يوم بخرج من المستشفى ده دخلنا الراعي خلاص هتمضي ولا مش هتمضي؟ لا مش هتمضي مش هنعمل العمليه خلاص. يعني العملية ممكن تتلغى لو العيان ما مضاش على الكونسنت بتاع العملية. طب بالمقارنة بقى عيان جالك العيادة انت دكتور بطنة او جراحة او غيره جالك العيادة بتمضي على الكونسنت ان انت تكشف عليه؟ لا هو مجرد دخوله العيادة جالك برجلي يعني هو جاي ودخل العيادة وانتظر وحجز وكشف والكلام ده كله مجرد دخوله العيادة عندك ده كونسنت ان هو جاي برغبته انه يكشف عندك وده انترفينشن اقل من السيرجيكال انترفينشن والانستيزيا اقل ده يعني دي حاجة مجرد انا هكشف مش هعمل حاجة يعني تضره في حاجة يعني خلاص ده بنتغاضى عن الريتن كونسنت ويبقى يعني حاجة شفهية حاجة اثبات بس ان هو حضر وخلاص لكن اي تدخل جراحي او مناظير خلاص او مينيمال انفيزيف سيرجري هيتعمل ببنج موضعي او نصفي او كلي او غيره لازم العيان يمضي على ريتن كونسنت. سيستماتيك هيستوري تيكينج وانا بعمل بري اوبرتيف اسسمنت للعيان باخد هيستوري تيكينج بعرف الهيستوري بتاع العيان زي ما هنشرح بعد شويه ونعمل له فيزيكال اكزامينيشن نفحص العيان زي البطنه كده من شعر راسه الى اخمص قدميه ثم نشوف التحاليل والاشعاعات اللي موجوده معاه ونحدد الريسك الخطوره بتاعت التخدير بتاعت العمليه والعيان يبقى عارف الخطوره ولو محتاج اعمل له كونسلتيشن لاذر سبيشاليتي اعمل له كونسلتيشن عشان نمانج لو في كرونيك ديزيز موجود معاه بروكيال ازمه يبقى بتاع الشيست يبص عليه كارديك بيشن بتاع القلب يبص عليه وهكذا. بري اوب بيشن اسسمنت في ثلاث حاجات هنتكلم فيهم في المحاضره. اول حاجه بيشنت اسسمنت، اسسمنت يعني اشوف العيان واشوف فحوصاته واعمل له فيزيكال اكزامينيشن خلاص ونشوف الريسك بتاعه. البيشنت بريباريشن في حاجات لازم العيان يتجهز لانه هيدخل عمليه مش مجرد انها تشيك ودي علاج وخلاص. انا عرفت الحاله الصحيه بتاعت العيان طب هعمل ايه؟ اجهزه للعمليه. خلاص في تجهيزات بتبدا من ليله العمليه وممكن قبل العمليه باسبوع او اسبوعين لو بيدخن بقول له وقف تدخين خلاص. ف بعد ما بعمل اسسمنت بعمل بريباريشن ولما بينزل غرفه العمليات على باب العمليات كده قبل ما يدخل الغرفه بنعمل بريباريشن في ادويه لازم تتاخد سواء تتاخد قبل العمليه بساعه وهو في الدور فوق في اوضته قبل ما ينزل العمليات او في حاجات تتاخد اول ما ينزل العمليات زي السيديشن علشان ما يبقاش متوتر. دول الثلاثة بارتس بتوع المحاضرة. نبدأ بـ Pre-Operative Patient Assessment. History Taking. لما أجي أخد History Taking هعمل Patient Identification. عشان يعني أحدد العيان بتاعي وأعرف العيان ده إيه بالظبط. ممكن نفتح الشبابيك عشان الناس كلها عمالة عاملة مراوح بالكشاكيل بتاعتهم. فماشي. Name Patient Identification. بعرف اسمه. أنا فاكر أحد نواب المسالك قسم المسالك عندنا في الجامعة هنا من الأوائل الدفعات اللي اتخرجت من الجامعة هنا الوحيد اللي شفته في حياتي. كان لما يجي يبلغني عيان عشان يعمل له عملية كان بيقول لي يا دكتور عماد في عيان اسمه محمد أحمد عبد العال موجود في الدور الفلاني في غرفة كذا هيعمل عملية كذا. يقول لي اسم العيان ثلاثي أو رباعي. ولو حاجز لستة يبقى حافظ اسماء العيانين بتوع الليستة كلها ثلاثية وكل عيان هيعمل ايه؟ الوحيد اللي شفته في حياتي. ودي حاجة مهمة وحاجة حلوة للأسف يعني أنا بقولها لكم عشان نتعلمها. ف لكن للأسف دلوقتي تلاقي الليستة مكتوبة اسم الجراح واسم العملية، ليستة العمليات اسم الجراح واسم العملية. طب العيان مالوش اسم. هو جراح جه بلغ انه عنده لسته عمليات وخلاص، طب فين العيانين؟ لسه هيدخلوا. طب يدينا لسته اسماء، لما ادانا لسته عمليات يدينا لسته اسماء، مفيش. وكل يوم يا جماعه اللي بيحجز يكتب اسم المريض عشان ما نتلخبطش.
ممكن عيان يروح مكان عيان رايح يعمل ازاي ده يعمل له المراره؟ ما هو مفيش ايدنتيفيكيشن. فالتحديد مهم جدا، يبقى عارف اسم العيان وسنه ووزنه والاسا فيزيكال ستيتس اللي هنشرحها، الحاله الصحيه بتاعته ايه، الاوبريشن بتاعته هيعمل عمليه، ده هيعمل كسر في رجله اليمين ولا الشمال ولا كسر في رجله بس، نروح لاي رجل تشتغل فيها. تمام، عمليه في الودن، في الاذن، انهي اذن، عمليه في العين، انهي عين، اليمين ولا الشمال ولا اي حاجه وخلاص. خلاص، طب في الليفر، في الليفر ما هو واحد بس. خلاص، فالحاجات اللي فيها لخبطه لازم تتكتب في الفايل ويتعلم عليها على العيان. يعني هعمل العين زي ما بيعملوا عندنا هنا في عمليات الرمد في المستشفى، العيان يبقى داخل هيعمل عمليه كاتاراك مثلا في العين اليمين، هم عاملين اكس فوق العين اليمين، والعيان عارف العين اليمين، والجراح عارف، والتخدير عارف، والدنيا كلها عارفه انه هيعمل في عينه اليمين. خلاص، طيب عيان عنده منظار كتف الشمال، دكتور التخدير اما خطر له كتف اليمين عمل نيرف بلوك للكتف اليمين، ليه؟ ما شافش العلامه، ما سالش انهي كتف، هو دخل العيان هنخدره دراعه بس اللي هيتخدر، مش هينام جنرال ولا سباينال، لا هنخدره دراعه بس. طيب يلا خدر، قام راح خدر اليمين وساب الشمال اللي في العمليه. ليه؟ استعجل مع ان العين عليه في علامه محطوطه. فالعلامه بتتحط وبنسال برضه، لدرجه ان المرضى بيتضايقوا جدا، انتوا كلكم بتسالوا نفس الاسئله. لا، هو الحاجات دي مهمه جدا، يعني معلش الحته دي مهمه جدا، بدل ما اعمل لك في اليمين خلاص انت جاي تعمل في الشمال عشان ما تلخبطش، واعمل في اليمين لازم اسال مره واثنين وثلاثه عشان ما يحصلش خطا. يبقى احنا عرفنا العمليه، تشخيص نوع العمليه والمكان بتاعها. نعرف بقى الميديكال هيستوري، البريزنت والباست ميديكال هيستوري والاوبستاتريكال هيستوري والسيرجيكال هيستوري، عمل عمليات قبل كده، عمليات نساء، عمليات جراحيه، اي نوع من انواع العمليات، وتخطر بين كلي او نصفي قبل كده. وفي مشاكل من التخدير حصلت او مشاكل من العمليات، دخل رعايه مركزه ولا لا. بريفيس طبعا ميديكال هيستوري اعرف عنده ميديكال بروبلمز ولا لا، برونكيال ازمه، دايابيتس ميليتس، هايبر تنشن، ثايرويد هاي او هايبر ثايرويد، اي ميديكال بروبلم، رينال امبيرمنت، كل الكلام ده لازم ابقى عارفه، وبياخد علاج ونوع العلاج واسم الدواء اللي بياخده والجرعه اللي بياخدها ومنتظم بيها ولا مش منتظم، واخر مره اخذها امتى، والمفروض تتاخد صباح يوم العمليه ولا لا، في حاجات بتتاخد لازم تتاخد وفي حاجات ما تتاخدش. بعد كده اعرف فاميلي هيستوري اوف انستيزيا ريليتد بروبلمز، زي حاجه اسمها سكسنال كولين ابني، عندنا مصر ريلاكسنت اسمه سكسنال كولين، ده بيتكسر بحاجه اسمها سودو كولين ستريس انزايم في البلازما، احيانا بيبقى ديفيشنت مش موجود في بعض العائلات، سودو كولين ستريس انزايم. لو هو مش موجود والعيان خد سكسنال كولين في التخدير بياخد وقت على ما يرجع منه، لان مفيش انزايم، مفيش ريفرسال للسكسنال كولين، مفيش دواء بيديه يعاكس الاكشن بتاع السكسنال كولين، لازم الجسم هو اللي يكسره. فالعيان بعد بدل ما يصحى في 10 دقائق نديه في الاول في الاندكشن عشان نعمل اندوتراكيال انتوبيشن. العيان المفروض انه يصحى من 5 ل 10 دقائق يكون صحي خلاص، رجع يبدا ياخد نفس وياه. لو الانزيم ده ديفيشنت عنده او في الاسره بتاعته هتلاقيه ما يرجعش، ما ياخدش نفس. العمليه تخلص والعيان ما بياخدش نفس. تخدير قفلناه والعيان ما بياخدش نفس. خلاص؟ ففي الحاله دي بنحط العيان على ميكانيكال فنتيليشن، فنتيليتور بيقعد ينفخ له لغايه ما الجسم يتخلص بعد ساعتين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، حسب ما الجسم يقدر يتخلص من السكسنال كولين اللي موجود في جسمه. فلو في هيستوري ان في سكسنال كولين ابنيا، وانس بنشوف عيان زي ده بنديله كارت مكتوب عليه سكسنال كولين ابنيا، يبقى واخد هو باله واسرته كلهم ما حدش فيهم ياخد سكسنال كولين علشان الانزيم ديفيشنسي اللي موجود عنده. طب ليها حل؟ ليها حل اخر؟ ممكن نديله فريش فروزن بلازما. فريش فروزن بلازما بيبقى فيها السودو كولين ستريس انزيم بيكسر السكسنال كولين.
في الفيميلز اللي هتعمل عمليات وهنعملها بري اوبرتيف اسيسمنت نسال عن اللاست منسترال بيريود، هي حامل ولا مش حامل؟ لو في حامل هي في الشهر الكام؟ لان بعض الاناستيك دراكس لها تيراتوجينيك افكت في اول 3 شهور من الحمل، فلازم ابقى عارف اللاست منسترال سايكل كانت امتى والست حامل ولا لا، علشان نعمل افويدنس للدراكس اللي بتعمل تيراتوجينيك افكت. في الليت بريجنانسي الفول تيرم بريجنانسي، انتوا فاهمين المصطلحات اللي انا بقولها؟ اه تمام يا دكتور. فول تيرم بريجنانسي يعني الست خلاص الحمل كمل، ناخد بالنا من ايه لما نيجي نخطط؟ ناخد بالنا ان العيالين دول بيبقى هاي ريسك لحاجتين مهمين جدا. لو انا هنيم جنرال انستيزيا كود بي ديفيكالت انتيوبيشن، ما اعرفش اركب الانبوبه الحجريه بتاعت البنج الكل، كود بي ديفيكالت اندوتراكيال انتيوبيشن. دي نمره واحد. نمره اثنين، العيالين دول بنعاملهم على انهم فول ستومك، الابدومن الابدومنال كونتنتس الجرافيت يوتيرس بيزق الابدومنال كونتنت لفوق بيعمل ديلي جاستريك امتنج، فالستومك دايما فيها اكل وفلويدز مهما تصوم، مش مهما تصوم يعني، يعني تاخد وقت اطول على ما المعده تفضل عند الستات الحوامل وعند الناس الدايبيتك. فدي لو نامت على ظهرها واديناها المخدر وما عملناش دابل سيكونس انتوبيشن ركبنا الانبوبه بسرعه ممكن يحصل جاستريك ريجرجيتيشن، الكونتنتس بتاعت الاستومك تطلع ترجع في الاسوفجاس وفي الماوس، واحنا بننفخ بالماسك كده تقوم داخله على اللارنكس والتراكيه وتعمل بلمونري اسبيريشن اوف جاستريك كونتنتس. يبقى لازم اسال الست اخر منسترال سايكل كانت امتى، ولازم ابقى واخد بالي العيانين الفول تيرم الفيميلز الفول تيرم اللي هيعملوا عمليات سواء سيزيريان سكشن او اي عمليه اخرى عندهم هاي ريسك اوف ديفيكالت انتوبيشن اند جاستريك ريجرجيتيشن اند بلمونري اسبيريشن اوف جاستريك كونتنتس. بعد كده هنسال عن السبيشال هابتس زي السموكينج، الناس اللي بتدخن. يعني النصيحه هنشوف بعد شويه المشاكل بتاعت التدخين يعني، بس النصيحه انا بدرس كانسر لانج لبتوع علوم طبيه تطبيقيه، واهم واول سبب للكانسر لانج هو التدخين سواء اكتف او باسف، سواء انا اللي بدخن او اللي قاعد جنبي بيشم الدخان اللي انا بدخنه. هتقولوا لي السيجاره الالكترونيه ومش عارف الكلام اللي بيحصل الايام دي، لا يعني ايه؟ مش كبرنا خلاص؟ مش هنسيب الرضع بقى ولا ايه؟ يعني خلاص ما ينفعش كده يعني. فصحتك كانسر بلادر، كانسر لبس، كانسر طنج، كانسر لانج، عايزين ايه اكتر من كده؟ يجي لي بقى عشان احضره للاستاذ، ده غير الادمان بقى يعني، ده التدخين بس العادي اللي هو معظم الناس بتدخنه يعني. نيجي في التخدير هتلاقي عنده هايبر رياكتيف اير واي، يعني عنده كحه وبرونكو سباز، اول نحط له اندوتراكيال تيوب، اي فورم بادي يدخل على الاير واي بتاعه يقعد يكح يدخل في برونكو سباز، اكسسيف سالايفيشن برونكيال سكريشنز يتخنق بالسكريشنز بتاعته، نقعد سنتين نصحي فيه علشان يصحى ونعرف نشيل الانبوبه الحجريه منه. فبنقول له لو سمحت يعني وقف التدخين على الاقل 24 ساعه قبل العمليه علشان نعرف نحضرك وتقوم بالسلامه. في حاجه كمان برضو نسال في الستات، نسال عن الاورال كونتراسيبتيف بيلز اللي هو الاورال كونتراسيبتيف بيلز اللي فيها استروجين، خلاص دي بتزود الريسك اوف ديب فين ثرومبوزس وتعمل شاورز ثرومبوليك شاورز، تروح تعمل بلموناري امبوليزم وغيره يعني. من الحالات اللي شفناها وحالات غريبه يعني، دكتور واحده في ميل هتعمل عمليه شفط دهون من البطن، هي خايفه ان الدوره تجيلها في الوقت اللي هي بتعمل فيه العمليه يعني خلال الاسبوع مثلا بتاع العمليه دي، فالدكتور قال لها خدي حبيتين استروجين بتوع المنع الحمل كل يوم قبل العمليه بثلاث ايام، خدي كل يوم حبيتين. فجت دخلت المستشفى بنعمل بري اوبرتيف اسيسمنت، ما قالتش انها بتاخد كونتراسيبتيف بيلز، بس الغريب ان احنا كل ما نسحب تحليل عشان نشوف السيوله بتاعتها
الدم يتجلط في الانبوبه بتاعه المعمل قبل ما تروح قبل ما توصل للمعمل. نسحب العينه، نحط العينه في الانبوبه، روحوا حللوها في المعمل، على ما توصل المعمل تكون اتجلطت مع ان في ماده منعت التجلط. طيب مره وعدت، اعملوها تاني، يسحبوا العينه تتجلط في الانبوبه قبل ما توصل للمعمل. طب كمان مره نفس القصه. جبناها يا ست الحاجه في انت بتاخدي ايه؟ بعد ضغط عليها قالت اصل الدكتور قال لي اخد حبيتين منع الحمل قبل العمليه بثلاث ايام، كل يوم حبيتين. يخرب بيتك، لقيت الدكتور بتاعك، يعني ايه الهطل ده؟ ايه الهطل ده؟ ده الحبايه الواحده في اللي هي الناس بتاخدها عادي بنقول في ريسك اوف ديب فيت ثرومبوزس اند بلمونري امبوليزم، تقوم انت تاخد حبيتين وعشان الدوره ما تجيش ما تخمدي وتقعدي لغايه ما الدوره تيجي وتخلص. يعني ايه العجله في انك تعملي شفط دهون قبل الدوره ما تيجي؟ فاجلنا العمليه طبعا. لغينا العمليه خالص، بس يعني انا لو ما خدتش بالي كانت هتدخل وكان هيبقى في ريسك اوف ديب فيت ثرومبوزس وتدخل بالمر الامبوليزم وتموت على ترابيزه العمليات ويقول لك الدكتور التخدير هو اللي موت على طول، مفيش نقاش. طيب اسك اباوت سبيشال هابتس زي السموكينج والدراج ابيوز. العينين بتوع الدراج ابيوز، معلش بطول في الكلام يا رب يعني ما اكونش دم تقيل عليكم. لا تمام يا دكتور. حاجة. لا تمام مفهوم الكلام يا دكتور. العين بتاع الدراج ابيوز ده عيان كله مكر. كله مكر. تاخد ادويه غير يعني بتدخن؟ نار دخن. طب ايه؟ سجاير. طب حاجه ثانيه؟ شيشه. طب حاجه ثانيه؟ كذا كذا. طب حاجه ثانيه؟ لا. خلاص كده؟ يجي على ترابيزه العمليات بقى. يبص على اللي حواليه. لما يلاقي الدكتور التخدير اللي هيخدره واقف فوق دماغه وماسك الماسك، يا دكتور عايز اقول لك حاجه. ايوه يا سيدي. اصل انا مدمن هروين. طب يعني ما قلتش ليه؟ مدمن هروين، مدمن ترامادول، اي حاجه ما قلتش ليه؟ اصلا مش عايز فضايح. ماشي. فده خلاص يعني بس بناخد بقى هيستوري بتاع اخر جرعه اخذها انت مش عارف ايه. علشان اللي هو الويسترول سندروم، لو انتوا سمعتوا عن الويسترول سندروم بتاع الهروين والمورفين والحاجات دي، فانا ببقى عارف بس هو اخد امتى علشان ما ناخدش في الويسترول سيمبتومز، ما نديش حاجه تعكس المخدر اللي هو بياخده فبيعمل اجيتيشن والحاجات اللي بتحصل مع الويسترول سيمبتومز. يعني عيان مره هيعمل بايتس، نديهم بيك نصف بعيد عن كلي خالص. العيان اصلا اللي ياخد كلي يا ابني يهديك يعني مفيش داعي والم شديد بعد العمليه قطنس؟ لا انا عايز كلي يهديك. لا ما قاليش انه بياخد مخدرات. وانا بصحيه الساينس بتاعت الويزدرول سيمبتومز، الويزدرول هو اجيتيشن ويخبط ويرزع ومش عارف ايه ومش فايق هيقوم يقف من يقع من على الترابيزه. فانا اتضايقت قوي يعني انا عمري ما العين يعمل كده، ما بحبش عين يعمل معايا كده. عامل حساب ان عندي اخش فيه لا هيبوكسيا ولا بين يعملوا الاجيتيشن ده، لكن انا واخد كل احتياطاته ومع ذلك حصل يبقى في مشكله ثانيه. فانا متضايق منه كده، زعقت له قلت له يعني انت بتدخل انت بتاخد مخدرات؟ قال لي ايوه. عشان كده اصريت تاخد كل عشان اديك مخدرات. طب مش مديك؟ يلا رفض طيب براحتك. فناخد بالنا برضه من العيانين المدمنين، او يعني نسال بالتفصيل والعيان لو ما قالش نقول له نعمل له بايدنج كويستشنز. بتاخد ترامادول؟ اصل كل الشعب بياخد ترامادول دلوقتي. اه والله ده الفلاحين بياخدوا ترامادول مش عارف ايه. بيشتغل في الارض لا عنده رئيس يقرفه ولا عنده اي حد في شغله يضايقه بياخد ترامادول ليه مش عارف انا. وبقى عادي زي الاسبرين، زي الاسبرين كده في ايديهم. فتاخدوا بالكم بقى اللي هيشتغل تخدير او جراحه او غيره ان لازم نتاكد من حكايه الادمان والادويه الموجوده في السوق. في بعض العيانين بيشربوا الكحول، برضه ناخد بالنا عشان ده بيأفكت الليفر، بيعمل ليفر سيروزس وما الى ذلك، ويخلي العيان وهو بيصحى من البين يبقى اجيتيتد ويبقى عرضه انه يدخل في ليفر سيل فيلير. الكرنت ميديكيشنز اللي هو بياخدها ناخد تفصيل عنها كويس عشان نعرف هو محتاج جرعه ولا مش محتاج،
ومنتظم بعلاج ولا لا. هيربال برودكتس، عيانين اللي ماشيين على الاعشاب والعيانين اللي عندهم حساسيه لاي نوع من الادويه. وناخد بالنا ان في دراج انتر اكشن، يعني ممكن ادي دواء من الادويه بتاعتي تتعارض مع دواء او يتفاعل او البوتنشيت، يعني بوتنشيشن الاكشن لحاجه هو بياخدها، فالعيان بدل ما نصحي يفضل نايم. بري اوبرتيف اسيسمنت، انا حاجه فيزيكال اكزامينشن، نبحث بقى العيان، جنرال اكزامينشن، فايتال ساينز، نبض وضغط النفس والكونشس ليفل بتاع العيان، ومنتال ستيتس، والاويرنس اوف ذا ديت والتايم والبليس والايفالويشن اوف ذا هارت اند لانجز. كانك بتعمل ميديكال اكزامينشن بتوع البطن، زي كانك تسمع الهارت، هارت ساينز، بتقيس النبض والضغط، اللانجز او الجست، تشوف الجست موفمنت مع الريسبيريشن والريسبيراتوري ريت، وفي سيمتري في بين التو سايدز ولا في اسيمتري. كل الحاجات دي انتوا عارفين طبعا الاكزامينشن، خدتوا ميديكال اكزامينشن؟ لسه. جست اكزامينشن لسه يا دكتور لسه. يعني مثلا في اربع حاجات نعملها، انسبكشن، بالبيشن، اسكتيشن، مش عارف بالكشن، هناخدها في راوند اربع حاجات لازم تعملهم عشان تحدد الجست في مشكله ولا لا. والأذر سيستمز، برضو أذر سيستمز كتبناها على شكل ممكن يكون العيان عنده شلل الأطفال مثلا، يبقى عارف إن عنده مشكلة في النيورولوجيكال أو ماسكولوسكيليتال سيستم، في فراكشرز قبل كده، في ديفورميتيز في السباينال كورد، في الفيرتيبرال كولوم، في مثلا روماتويد أرثرايتس وليميتد جوينت موفمنت، في حد عنده مارفان سندروم. لو سمعت عن مارفان سندروم، في ولد هنحضره الاسبوع ده او الاسبوع الجاي، عنده مارفان سندروم، كان عمل ريبليسمنت الاورتيك فالف والميترال فالف ووات طويل كده ورفيع، والاجكشن فراكشن بتاعه 30%، المفروض يبقى مش اقل من 55%، يعني مايوكارديال ويكنس في المصل بتاعت القلب ضعيفه مثلا. ده لازم ابقى واخد منه هيستوري كامل وعارف اليو تي اي علشان لما احضره ابقى واخد بالي. الايرواي اسسمنت فور بوسيبل ديفيكالت انتيوبيشن، اشوف النيك موفمنت فليكشن واكستنشن، روتيشن تو ذا رايت اند تو ذا ليفت، ملمباتي، ملمباتي ده واحد اسمه، واحده اسمها ملمباتي، قالت احنا هنعرف الايرواي مانجمنت ديفيكالت ولا لا بالشكل ده. يعني العيان هيقعد قدامي بيني وبينه 1 متر، هو على كرسي وانا على كرسي قصاد بعض في مستوى واحد، والعيان بيقعد قدامي والهيد بتاعته ميد واي يبص قدامه ويفتح الماوس ويطلع اللسان بره ويقول خلاص مش هقدر اطلع لسان معلش. فلما هيقول ويفتح الماوس ويقول انا هشوف ايه جوه في الفاركس. فلو هو كلاس 1 يعني حاجه كويسه مش ديفيكالت اير واي، هشوف كل حاجه في الماوس لغايه ما اشوف الاغاريغ من جوه، هشوف اللوز واشوف البيلر تونسيلر بيلرز، وهشوف الكوستور فرنجيال وول، واشوف اليوفلا والسوفت بالت والهارد بالت، هشوف كل حاجه خلاص. ده نورمال، مش هخاف منه لما انيمه واعمل له انتيبيشن، هيبقى سهل. طيب كلاس 2، كلاس 2 هشوف اليوفلا والسوفت بالت وجزء من اللوز، لكن مش هنشوف التونسيلر بيلرز، اللي هو التونسيلر بيلر في انتيرور تونسيلر بيلر وفي بوستيرور تونسيلر بيلر، والتونسيل اللوزه يعني موجوده في النص بينهم، فانا مش هشوف المحيطات بتاعه اللوزه، لكن هشوف ممكن اشوف حته من اللوز، لكن البيلرز نفسها اللاترال وول بتاع الفاركس مش شايف خلاص. بهشوف بس اليوفلا والسوفت بالت وجزء من البوستيرور فارنجيال وول، الاثنين دول مش ديفيكالت انتيوبيشن. نيجي لكلاس 3، هنشوف البيز اوف ذا يوفيلا والسوفت بالت والهارد بالت، لكن مش شايف لوز ولا اسطوره فارنجيال. في كلاس 4 هشوف الهارد بالت بس، تلاقي لسان العيان قافل بقه مش شايف حاجه وراه. الاثنين دول 3 و4 دول ديفيكالت انتيوبيشن، بنعمل لهم حاجه اسمها اويك فايبروبتيك اندوتريكيال انتوبيشن خلاص. يعني عندها لازم اركب له الانبوبه الحنجريه ببنج موضعي بجهاز الفايبروبتيك وهو صاحي قبل ما اديله مصر ريلاكسنت، والا هيتخنق ويموت. فاحنا في عشان اقول الاير واي ديفيكالت ولا مش ديفيكالت، بعمل له ملمباتي كلاسيفيكيشن واشوف هو كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3 ولا كلاس 4.
لو بلس 1 او 2 اوكي هنايم عيان جنرال عادي خالص وندي مصر لاكسبت ونعمل دايركت لارنجوسكوبي ونجوبيت العيان زي ما هنشرح في الايروي مانجمنت. لو كلاس 3 او 4 ده ديفيكالت انتوبيشن بنعمل له كلاسيفيكيشن كده ونجهز له الفايبروبتيك برونكوسكوب ونعمل له اويك فايبروبتيك انتوبيشن. يبقى الحاجات اللي بتحدد الديفيكالتي نيك موبيليتي ملبات كلاسيفيكيشن الايج. في الاولد ايج هتلاقي ممكن تلاقي فيه ديفيكالت انتوبيشن ليميتد نيك اكستنشن ليميتد تيمبر مانديبولار جوينت موفمنت فتلاقي الماوس اوبننج صعبه وهكذا. البادي ويت موربيد اوبيس بيشنت كود بي ديفيكالت الماوس اوبننج. يعني المفروض هو لما اقول له افتح بقك يحط لي ثلاث صوابع من ايده بين اسنانه اللي فوق واللي تحت لو دخل ثلاث صوابع ده كويس مش ديفيكالت انتوبيشن. لكن لو اقل من ثلاث صوابع دخل صباعين بس ده ديفيكالت انتوبيشن بالنسبه لي. دي الماوس اوبننج المقصود بيها. السيرومنتال ديستانس المسافه ما بين الثايرويد كارتليج اللي هي تفاحه ادم دي لغايه المنتم اوف ذا تشين الجزء اللي هو بتاع الداخل ديت المنتم اوف ذا انفيرور اللي هو المانديبل يعني المنتم اوف ذا مانديبل لغايه الثايرويد كارتليج المسافه ديت 6 سم او اكثر. خلاص فلو هي 6 سم او اكتر اوكي مفيش مشكله يعني هو بيقدر يفرد رقبته كويس. لو اقل يبقى كود بي ديفيكالت انتوبيشن. لما يجي سؤال ام سي كيو ديفيكالت اير واي كود بي اير واي اسسمنت كود بي اكسبكتد ديفيكالتي باي نيك موبيليتي ملمباتي كلاسيفيكيشن سيرومنتال ديستانس اند اير تو نوز ديستانس. اير تو نوز دي مش تبعنا. خلاص بيشنت سكيدول فور ريجنال انستيزيا ده عين بقى خلاص بقى اتفقنا ان هو هيعمل بنج نصفي لازم ابص على ظهره اشوف الباك بتاعه عشان ممكن يكون في خراج في حاجه تمنع ان انا اديله بنج نصفي. يبقى ما ينفعش اقول له احنا هنعمل العمليه دي بنج نصفي طب انا مش عايز بنج نصفي. لا هتاخد غصب عنك يا سيدي. لا هديك بنج نصفي احسن لك واحنا العمليه دي لازم نعملها بنج نصفي. ننزل العمليات نكشف ظهره اللي فيه خراج مثلا في مكان البنج النصفي هيبقى شكلنا ايه؟ هنحط وشنا في الارض احنا اسفين العمليه مش هتنفع بالبنج النصفي هنعمل لك بنج كله. طب ليه احرجت نفسك من الاول؟ يعني اعمل اكزامينشن يعني نعمل اكزامينشن. طب هتنام بنج كلي مفيش غير البنج كلي تيجي اثناء العمليه تنايم تلاقي ديفيكالت اير واي مانجمنت احنا اسفين مش عارفين نركب الانبوبه هنصحيك ونعمل بنج نصفي. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه شرط. انا عيان اشتكاني في الوزاره علشان القيصريه قريبا بنعملها بنج نصفي. فاحنا دخلنا روتين كده ندي نصف النصف فيرت بنج نصف فيرت فاضطريت لانه انفتح وجرح والعيان بدات تحس فما ينفعش اقعدها واديها نصف تاني فنيمتها كلي وخلاص تمت العمليه على خير وكملنا بنج كلي تمام التمام. زوجها قال لي انت اديتها بنج كل يوم. قلت له هو النصف فشل فاضطرينا ان احنا ناكل ما عادش ينفع غير كده. لا كلامك غير مقبول وانا ماسك نفسي بالعافيه وطلعوا لي الحامل. طلعوا له الحامل. قعد بقى حوار كبير ليه النصف اكيد في غلطه حصلت اكيد مش عارف ايه وقام كاتب شكوى فيا وفي المستشفى وفي التبريد وفي كل الدنيا وبعتها للعلاج الحر في وزاره الصحه. بس ليه؟ حتى لو فهمته ان هي بتتعمل بينجو كلي او نصفي برضه كان هيشتكي لان هو قافل مخه ان يفهم هو جاي مستسلم ان اختها عملت بينج نصفي وولدت وكانت مبسوطه وصورت وعملت فيديو سيشن وكل تمام فانت كونك نيمتها كلي يبقى في غلطه حصلت. يعني خلاصه الكلام مفيش جزم او حسم في القرار بتاعي لان ممكن اغير قراري في اي لحظه. لذلك بنكتب ايه؟ تحت مخدر عام او حسب ما يتراءى لدكتور التخدير لان ممكن بعد ما اتفقنا على مخدر عام يحصل حاجه تخليني اغير لبنج نصفي او مخدر نصفي ممكن اغير رايي لحاجه ثانيه. فما نقفلش على نفسنا علشان ما تبقاش حجه للمريض يعني يجادل في حاجه ملهاش لازمه ما هيش نقطه خلاف اصلا. خلاص؟ طيب
بيشنت سكيدول في اوريجينال انستيزيا لازم نشوف الهيستوري اوف انتي كواجلانت، بياخد انتي كواجلانت، بياخد فارين، بياخد وارفارين، اي حاجه انتي كواجليشن او انتي بليتد او غيره، لان لو انا دخلت بالابر سباينال في ظهر العيان وهو بياخد انتي كواجليشن او عنده بلاد ديزيز، عنده ميوله للسيوله والنزف، ممكن يحصل ابيديورال هيماتوما او سبارابلويد هيماتوما تقوم عامله له شلل نصفي. فلازم ابقى عارف الهيستوري هو بياخد حاجه انتي كواجلانت ولا لا، واخر مره اخذها امتى. طيب والانفكشن اوتسايد اوف انجكشن فور سباينال او ابيديورال انستيزيا، الانفستيجيشن لسه في اول حاجه اللي هو البريباريشن. شفنا الهيستوري، شفنا الاكزامينشن، وهنبص على الانفستيجيشن. التحاليل ممكن في حاجات تظهر في التحاليل محتاجه تظبيط. ذا موست كومن انفستيجيشنز، ده سؤال ام اس كيو. الموست كومن انفستيجيشنز اللي ممكن اعملها للعيان قبل العمليه لكل العيانين يعني، خاصه اللي هم ميدل ايج او اولد ايج. كومبليت دوت بيكتشر سي بي سي عشان اعرف الهيموجلوبين بتاعه واعرف الوايت بلاد سيل كاونت واعرف البليتلتس بتاعته اخبارها ايه. اعرف الكواجيشن بروفايل عنده سيوله ولا لا، ميل للنزف ولا لا، البي تي بروسومبل تايم، بارشال ثرومبوبلاست تايم، اي ان ار عشان اعرف هو في النورمال رينج ولا عنده سيوله ولا ما. القصه ايه بالظبط؟ فاستنج بلاد شوجر دايبيتك ولا لا. رينال اند ليفر فانكشنز، الليفر شغال بكفاءه ولا لا، الكدني وهكذا. دي الموست كومن انفستيجيشنز اللي احنا بنعملها لمعظم العيانين. خلاص؟ طيب في حاجات تانية ممكن اطلبها للعيان بس وين انديكيتد، زي التشيست اكس راي هعملها لكل العيانين؟ لا، لو في تشيست انفكشن او هيستوري اوف بلورال ديزيز مثلا افيوجن نيموثوراكس ممكن اطلب. اولد ايج عيان بعد 60 سنه هطلب له تشيست اكس راي. الاي سي جي هطلبها لكل العيانين؟ لا، فوق ال 40 سنه بنطلبها لكل العيانين روتين، بعد 40 سنه بنطلب اي سي جي. ليه؟ لان مع الايج ممكن يبقى فيه اسكيميك تشينجز بتحصل مع الاي سي جي. عندنا مثلا سبيشال تيست زي الايكوكارديوجرافي، لو عيان كاردياك فيه برضه هارت ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز او حاجه فبنعمله كارديوجرافي. ارتيرا بلاد جازز لو عيان عنده ستار اوبستراكشن هنشوف الاي بي جي بتاعه والاسيد بيز بالانس بتاعه. عيان عنده بلمونري فايبروزيس او موربيد اوبيز بنعمل بلمونري فانكشن تيست عشان نشوف كفاءه اللانجز اخبارها ايه. عيان هنعمل له لانج ريسكشن عنده كانسر لانج مثلا هنشيل لوب او هنشيل لانج كامله، فلازم اعمل بلمونري فانكشن تيست علشان اعرف اللانج المتبقيه ديت العيان هيقدر يعيش فيها ولا مش هتكفيه، فلازم ابقى عارف. السبيشال تيست ديت نطلبها وين انديكيتد، الاي سي جي والتشست اكس راي والايكوكارديوجرافي والاي بي جي والهرمونال فانكشن تيست. لكن الروتين وده سؤال ام اس كيو، الحاجات اللي احنا قلناها سي بي سي كوجنيشن بروفايل بي تي بي تي تي اي ان ار بلاد شوجر رينال اند ليفر فانكشنز. اخر حاجه في البري اوبرتيف اسسمنت ريسك اسسمنت. الريسك اسسمنت بالنسبه للتخدير في حاجه اسمها الامريكان سوسايتي اوف انستيزيولوجيستس اللي هي الاسا فيزيكال ستاتس كلاسيفيكيشن سيستم. اسا فيزيكال ستاتس كلاسيفيكيشن سيستم فور اسيسنج فيتنس فور سيرجري. بالنسبه لي في التخدير اللي عندك فيت فور انستيزيا ولا لا؟ طيب هما 6 كلاسز. كلاس 1 فيت نورمال بيشنت بس ما عندوش مشكله، لا ضغط ولا سكر ولا اي حاجه خالص، كومبليتلي نورمال، عايز يعمل زي كده خلاص مفيش مشكله. طيب كلاس 2 بيشنت ويز كنترول مايلد تو مودريت سيستميك ديزيز. كنترولد سيستميك ديزيز، مايلد تو مودريت كنترولد سيستميك ديزيز زي هايبر تنشن كنترولد، ضغط الجزء النورمال اللي ماشي على علاجه منتظم بيه. برونكيال ازمه كنترولد. خلاص؟ كنترولد سيستميك ديزيز نوت ليميتنج نورمال اكتيفيتي، يعني بيروح شغله بتأدي شغلها اللي في البيت يعني كل واحد يعني حتى عنده ميديكال ديزيز كرونيك هو متعود عليه ومنتظم في العلاج والدنيا متظبطه. ده كلاس 2. كلاس 3 عيان عنده سيفير uncontrolled systemic disease، severe uncontrolled diabetes mellitus type 1 او type 2.
hypertension uncontrolled, arrhythmias uncontrolled, heart failure uncontrolled, خلاص severe uncontrolled system disease limiting normal activity. ده برضه بيجي في الام سي كيو. خلاص انا اقول لكم كلاس 2 مثلا as a class 2 is patient with severe uncontrolled systemic disease limiting normal activity. صح ولا غلط؟ غلط، لانه severe uncontrolled. لكن class 2 mild to moderate controlled. طب class 4 severe systemic disease that is a constant threat to life, life threatening disease او life threatening condition. خلاص يعني العيان لو اتحرك هيموت. زي ايه مثلا؟ زي المايوكاردال انفاركشن. خلاص سيفير سيستميك ديزيز ذات از ا كونستانت ثريت تو لايف از اكيوت مايوكاردال انفاركشن. ده لو اتحرك هيموت، لو تعرض لشويه ستريس خفيف ممكن يارست. فدي كلاس 4. كلاس 5 موريبوند بيشنت نوت اكسبكتد تو سرفايف 24 اورز ويزاوت اوبريشن. عيان في الرعايه المركزه خلاص ومتوقع انه ما يعيش اكتر من 24 ساعه لو ما عملش العمليه. زي ايه؟ زي الرابشر ابدومينال اورتيك انيوريزم وجاي في شوك، رابشر اورتيك عمال ينزف، فانت حاطه في الرعايه عمال تعمل له ريسسيتيشن، والعيان ده لو ما دخلش العمليات عشان تصلح له الرابشر اللي موجود في الاورطه ده مش هيكمل 24 ساعه هيموت. فده كلاس 5. كلاس 6 عيان برين ستيم ديد بيشنت، عيان في الرعايه المركزه وعنده موت لجذع مخ. خلاص جاي في حادثه في اي حاجه وتشخص على انه برين ستيم ديس، موت في جذع المخ، لكن الهارت شغال واللنج شغاله والاذر اورجنز شغاله. بس العيان ده احنا بنحافظ عليه علشان يعني هو عايز يتبرع بعضو من اعضائه. سواء هنا مثلا عندنا في المجتمع بتاعنا او بره. فالعيان ده بنحافظ عليه نيوتريشن والضغط وكل حاجه، كل الفايتال ساينز بتاعته بنحافظ عليها لغايه ما ناخد الاورجن اللي هو قايل عايز يتبرع بيه. خلاص؟ زي الليفر او الكدني او غيره او لانج او هارت لانج ترانسبلانتيشن زي ما هناك بيعملوا بره. فده بيكون متشخص باكثر من تخصص، على الاقل ثلاث تخصصات. دكتور رعايه ودكتور مخ واعصاب ودكتور تخدير. الثلاثه يقولوا كل واحد يفحص العيان لوحده ويقول ان العيان ده عنده برين ستيم ديس، ونجمع التقارير وناخد القرار النهائي ان العيان ده عنده برين ستيم ديس. بس العيان ده بنحافظ عليه فايتالي ستيبل لغايه ما نعمل اورجن ترانسبلانتيشن، لانه عامل موافقه انه عايز يعمل اورجن ترانسبلانتيشن. دي كلاس 6. ده ينفع يدخل العمليات؟ يدخل ليه اصلا؟ احنا بس هندخله عشان ناخد منه الاورجن خلاص يعني. طيب في حاجه اسمها اي سوفكس. حرف الاي ده بنضيفه لاي كلاس من دي لو الحاله امرجنسي. يعني كلاس 1 اي يعني كلاس 1 العيان فت بس امرجنسي لازم اعمله دلوقتي. كلاس 4 اي عيان انستابل سيفير ديزيز ليميتنج هيز او ستريتن فور ستريتنج هيز لايف، بس انا مضطر ادخل عنده مايوكاردال انفاركشن بس بينزف، هسيبه ينزف ولا اشيل الريسك بتاع المايوكاردال انفاركشن؟ يمكن ربنا يعني يحفظه ويعديه مع البروبوشنز اللي احنا بناخدها. اسمه امرجنسي كلاس 4 اي. خلاص نجهز العين ازاي؟ احنا كده بقى لنا ساعه الا ربع بالظبط. ساعة الا ربع؟ يا دكتور. بقى لنا ساعة شغالين ساعة الا ربع. بالظبط يا دكتور. احنا ساعتين محاضرة ساعتين. بالظبط ساعتين. هتحملوا معايا ولا هتبيصوا؟ لا معاك يا دكتور. طيب ربع ساعة وهناخد راحة خمس دقايق. خلاص تمام يا دكتور. ماشي؟ خلاص ماشي. تمام؟ ايه؟ عايزين تخلصوا المحاضرة خالص؟ لا لا براحتك يا دكتور براحتك براحتك. البري اوبرتيف بريباريشن بقى، احنا خلاص عملنا اسسمنت، شفنا العيان، خدنا صورة كاملة عن العيان. هو اسا كلاس ايه؟ كنترول ولا انكنترول؟ بياخد علاج ولا ما بياخدش علاج؟ الكلام ده كله. طب هنعمل له بريباريشن ازاي؟ هجهزه بقى للعمليه ازاي؟ اول حاجه مانج كوموربيد كونديشنز، اظبط الحاجه اللي مش مظبطه.
يعني مثلا ضغطه عالي شويه نديله حاجه، الثايرويد هرمونز اخبارها ايه، الرينال فيلير اخباره ايه، بروكا لازم اخبارها ايه، الحاجات دي مظبطه ولا لا. يبقى تظبط يعني لو هو الكتيف سيرجري مش امرجنسي، وجاي مثلا السكر بتاعه عالي اقول له معلش احنا هنأجل العمليه لغايه ما نظبط السكر، انت مش مستعجل خلاص. ما ينفعش ادخل بسكر عالي الراندوم بتاعه فوق ال 200 عادي، ممكن يعمل لي ديليد ريكفري من الانستيزيا. ضغطه عالي سيفير هايبر تنشن والعمليه الكتيف ما هياش امرجنسي، لا معلش روح لدكتور القلب بتاعك يظبط لك الضغط بتاعك وتعالى لي بعد اسبوع او اسبوعين. Stop smoking for 24 hours, at least 24 hours. بيزود الانترا بوست اوبرتيف موربيديتي. Obtain an informed consent for anesthesia and surgery with informed label. Over patient list. يعني العيان اللي هيدخل العمليات خلاص بنحط اسوره على ايده خلاص، سواء اليمين او الشمال، مكتوب عليها اسمه والرقم الطبي بتاعه، رقم الفايل بتاعه في المستشفى. واحيانا بيكتبوا اسم الجراح وسن العيان عليه خلاص، ومكان العمليه او العمليه اللي تتعمل. الغريب في الموضوع بقى هما في كل المستشفيات بيحطوا الاسوره دي، يجي دكتور التخدير يركب كانيولا، عايز يركب كانيولا في ايد العيان، يقوم رايح للناحيه اللي فيها الاسوره ويقطع الاسوره ويرميها في الارض ويركب كانيولا مكان الاسوره. يا حبيبي هي الاسوره دي مش مكلفه المستشفى فلوس، والعيان دفع ثمنها، والطب قال نحطها علشان العيان ما يتلخبطش في عيان تاني، ما ممكن الفايل يتلخبط ولا لا؟ حصلت في كندا، حصلت في كندا واتنشرت في الجرايد. اثنين عيانين في قسم المخ والاعصاب خلاص، عيان هيعمل عمليه وعيان مش هيعمل عمليه، طلبوا العيان اللي هيعمل العمليه فنزلوه بالفايل بتاع العيان اللي مش هيعمل العمليه، لخبطوا الفايلات. ودي بتحصل برضو معانا هنا، ان تذكره مريض بتتبدل مع تذكره مريض اخر. طيب المريض دخل وتخدر، يجي الجراح هاتولي فايل العيان عشان افتكر عنده ايه، يمسك الفايل طيب خلاص دي سبديورال هيماتوما على الناحيه الشمال، يلا نفتح الناحيه الشمال، يفتح الناحيه الشمال مش لاقي هيماتوما. اخ ده العيان ده كان المفروض يمشي كونزرفاتيف تريتمنت والهيماتوما على الناحيه اليمين. ده اللي حصل في كندا مش عندنا بس، يعني ده اللي حصل في كندا خلاص، وكانت فضيحه يعني. ف الاي دي والفايل بتاع العيان لازم يتراجعوا مع بعض، واللي هيشتغل تخدير ويجي تحت ايدي ويقطع الاسوره بتاعت ايد العيان هنقطعه ايده. ليه؟ انت كده العيان نايم ما بيعبرش عن نفسه، ما بيقولش انا مين، ما بيقولش هعمل ايه. جراح دخل عنده لسته خلاص خمس ست عيانين او 17 عيان عمال يتنقل من اوضه لاوضه، هم هو شغال في الاوضه دي بيعمل عمليه يقول لهم نيموا لي الحاله اللي بعدها، ينيموا الحاله ويفرشوا ويغطوا وش العيان ويدخل هو يفتح الحاله. ايه يا جماعه؟ مراره. يفتح ما يلاقيش مراره، امال كانت هتعمل ايه؟ ده كانت هتعمل زي ده خلاص. ليه؟ ما بصش على العيان ولا شاف الفايل بتاع العيان، ودكتور التخدير قالوا له نيم نيم خلاص نايم مع العيان، اكيد الجراح عارف المرضى بتوعه وعارف هو بيطلب ايه. فالاخطاء ديت يا ريت ناخد بالنا منها لانها هتبقى مصايب. يعني هو الدكتور اللي عمل القرار مكان السيده ده حياته اتدمرت، عمل حادثه بسبب الاستريس اللي هو فيه، اترفع عليه قضيه، دفع ربع او نص مليون جنيه تعويض خلاص عشان مرارة مكان زايده. يعني هي الحقيقه بس هو غلط، يعني هو عمل مستيك وفي دكتوره خلاص. فناخد بالنا من الكلام ده يا شباب علشان نحافظ على حياتنا وحياه المرضى. يعني نعمل ريموفال للكوزمتكس، اي حاجات اضافيه تتشال، اللي لابس نظاره يخلع نظاره، اللي لابس لينسز يخلع لينسز، اللي لابسه اساور وحلقان والحاجات دي بتتخلع، علشان حاجتين مهمين جدا. احنا بنستخدم الكترو كوتري، الجراح هو شغال بيبقى في نزف، هيوقف النزف ازاي؟ يعمل كي
حكايه جهاز كهربي بيلسع ايه الحاجه اللي بتخر دي. بيبقى فيه الكتريكال سيركت العيان بيتعرض عليها بيتعرض ليها يعني. فلو في حاجه ميتال ممكن تحرق العيان. دي نمره واحد. نمره اثنين، لو انا مش هستخدم الكتروكوتري ولابس خاتم او لابس حلق ماشي، واحنا بنشيل العيان ونحط ونشيل ونحط وهو ما بيتحكمش في نفسه ما يقدرش يحمي نفسه، لو الخاتم ده شبك في حاجه في ترابيزه العمليات او الحلق شبك في حاجه في ترابيزه العمليات ممكن يقطع ودن الست او يقطع صباع الشخص. فلازم الحاجات دي نخلعها من الاول تتشال علشان ما نعملش تروما او بيرن للعيان. لو بركب طقم اسنان يتشال، اي بروسيسز تتشال لو ممكن. وبعدين العيان اللي هو هيعمل شورت بروسيجر مش محتاج ان انا اعمل له يوريري تيستر يدخل حمام يفضي المسام علشان ما يعملش فول برادر اثناء التخدير. امتز البلادر تيكنج شاور العيان بتقضي. المهم التمريض الدور بقى يفهم العيان ويقول له لازم يستحمى عشان تبقى ريحته جميله ونظيفه وفي نفس الوقت البلادر فاضيه ومكان العمليه منظف ومتعقم، ولو في شعر في مكان العمليه يحلقوه ويجهزوه. Prepare for blood and all its components. لو هي blood operation فيها blood loss كتير لازم نحضر له، نعمل cross matching ونحدد الفصيله ونحضر له الدم اللي ممكن يحتاجه. ده preparation. Pre-operative fasting instructions. انا بعاني من مشكلتين في الفاستنج ده. المشكله الاولى الجراح يقول للمريض صوم صيام رمضان. يقوم العيان يصوم صيام رمضان اللي هو ايه؟ هيصحى ويبدا صيام. ميعاد العملية امتى؟ افرض مثلا الساعة 3 أو 4 العصر. العيان مصوم لغاية امتى؟ يعني ليه؟ احنا مش عايزين الصيام الفترة دي كلها، احنا الماكسيمم بتاعنا 6 ساعات أو 8 ساعات. ليه تصيم طفل المفروض يصوم 4 ساعات وصومه 10 ساعات؟ ما ينفعش، دي نمرة واحدة. صوم صيام رمضان. طب في دواء المفروض يتاخد الصبح. دواء الضغط، دواء برونكيال أزمة، لازم يتاخد، دواء الأريزمياز. دواء الثايرويد هايبو او هايبر ثايرويد لازم العلاج بتاع الحاجات دي يتاخد صباح يوم العمليه كمان في مواعيده ما يتاخرش. انا ما خدتوش عشان الدكتور قال لي صوم صيام رمضان. يا جماعه رمضان في رمضان لكن صيام العمليه حاجه ثانيه خالص يعني نفصل يا شباب يعني ما تقولش للمريض حاجه غير اللي احنا عايزينها. يعني اعرف الجايد لاينز علشان توجه المريض صح، ما نقعدش ندخل في مشاكل. مرة جراح صوم عيانة قال لها صوم صيام رمضان، طب هي بتاخد كونكور عشان عندها اريزميا. خلاص؟ عندها رابيد اي اف. فما خدتش الكونكور بتاع صباح يوم العملية وفضلت صايمة من الساعة 12 بالليل لغاية الساعة 4 العصر. ودخلت في ستريس. الدكتور اللي قال كان مظبط لها العلاج بتاعها، بقى لها أسبوع بنظبط فيها، محجوزة في المستشفى بنظبط فيها. خلاص انا شفت العيانه قالت للدكتور طب يا ستي ايه الاخبار بس ضغطها واطي شويه. بقيت محتار يعني هندي الكونكور ولا ما نديش ولا. المهم زي ما قال لك جينا ننزل العمليات دخلت في رابيد اي اف لان ما خدتش الجرعه بتاعت الصبح. الايفكت بتاع الدراج بقى 24 ساعه خلص والجرعه الثانيه ما اتاخدتش فبدات تدخل في المشكله اللي اتاجلت بسببها مرتين. بقيت واقف محتاس يعني مش عارف اخد قرار. العيانه جوه العمليات ورابد اي اف في خطوره عليها والجراح عايز يشتغل. مسكته ونفخته يعني انت السبب يعني لما تقول كلام للعيان قول كلام صح. والحاجه الثانيه الحاله اللي فيها اريزميا وفيها مشاكل كتيره ما تعملهاش اخر الليسته تجي لها بدري تعملها عشان العيان ما توترش سواء ضغط او اريزميا او برونكيال ازمه او بتاع او سكر. تيجي تعمل العيان اللي فيه كوموربيديتيز تتعمل في اول الليسته لان الانتظار بيزود ستريس عند العيان بيلخبط له الميديكال كونديشن بتاعته. بس واضطريت انيم بقى اشتغلت رعايه مركزه جوه اوضه العمليات اظبط لها في النبض بتاعها والضغط بتاعها والتخدير لغايه ما ربنا كرمها وعدت بالسلامه. فصيام رمضان يا ريت ما نسمعهاش تاني في الاجيال بتاعتكم والعيان هنقول دلوقتي الجايد لاينز بتاعت الصيام دي بقى ازاي. الحاجات الريجيرجيتيشن اند بلمورال اسبيريشن اوف جاستريك كونتينس ار اسوشيتد وذ سيجنيفيكانت موربيديتي اند مورتاليتي. يعني العيان لازم يبقى صايم. فاكتورز بريدسبوزنج تو
الحاجات اللي تخلي العيان هاي ريسك فور اسبيريشن اوف جاستريك كونتنتس، عيان مثلا ريسن فود انتيك كيف تروما واكل شويه، اوبويد انتيك بياخد مخدرات، ابدومينال ديستنشن في حالات الاوبيزيتي والبريجننسي والاسايتس، في الحالات الامرجنسي، في الحالات التروما، في الدايبيتس ميليتس، رينال فيليا، ديفيكالت اير واي انتيوبيشن بيبقى فيه هاي ريسك ان يحصل جاستريك ريجرجيتيشن اند اسبيريشن اوف جاستريك كونتنتس. Therefore, pre-operative fasting reduces the volume and the acidity of gastric contents. طب العيان هيصوم قد ايه بقى؟ العيان هيصوم ساعتين عن الكلير فلويدز قبل العمليه، يعني اخر مره يشرب قبل العمليه بساعتين. كلير فلويدز قبل العمليه بساعتين، مسموح له يشرب لغايه قبل العمليه بساعتين. كلير فلويدز يعني ميه، عصير تفاح، لكن العصير اللي فيه بارتكلز زي الجوافه او المانجا او غيره ممنوع. خلاص حاجه تبقى كلير بس. عيان طفل صغير بيرضع بريست ميلك مش ارتفيشال ميلك، بريست ميلك، يصوم اربع ساعات قبل العمليه. عشان الاطفال اللي عندهم سنه وسنتين دول ما بياكلوش. خلاص ما نجوعهمش زياده عن اللزوم، هو الطفل اللي في اول سنه تقريبا بيرضع كل ساعتين تقريبا. تمام؟ فاحنا هنسمح بس بالصيام فور سيفتي اربع ساعات بريست ميلك مش اكتر من كده. الست تقيل تنايم الواد الساعه 12 بالليل وتجي لي الساعه 8 الصبح بتقول لك الواد صايم من 12 بالليل، واد عنده شهرين. ازاي؟ اجي اركب كانيول، ما اعرفش اركب كانيول، ما هو ده هيدريتد. طيب العيال اللي اكل اكل خفيف بسكويت سندوتش خفيف حاجات خفيفه كده يصوم ست ساعات. العيان اللي اكل اكله تقيله بقى وفات وميت ومش عارف ايه ده 8 ساعات. الست الحامل قلنا بيبقى فيها ديليت جاستريك امتك بتصوم 12 ساعه. ده الجايد لاينز فور فاستين. في حد صام صيام رمضان؟ ما حدش صام صيام رمضان 15 ساعه او 16 ساعه؟ صبر. جايد لاينز في بيفور بري اوبراتيف ميديكيشن، فيزيت ذا بيشنت ذا داي بيفور سيرجري، لازم اشوف العيان قبل العمليه سواء هشوفه في نفس اليوم او اليوم اللي قبليه. كونتينيو موست كرونيك دراج ثيرابيز انتل اوبريتنج انتل اوبريشن مورنينج اكسبت انتي كوجلز، بتاع اللي بياخد انتي كوجلز ما بياخدهاش صباح يوم العمليه. السكر ما بياخدش العلاج بتاع السكر صباح يوم العمليه. الديجيتاليس ما بياخدش ديجيتاليس صباح يوم العمليه. لكن بتاع الضغط والبرونكيال ازمه والثايرويد جلاند ده لازم ياخد العلاج بتاعه وينتظم في العلاج بتاعه. الميتوكلوبراميد اللي هو البريكوران والرانيتيدين الزنتاك والصوديوم سيترات دي بناخدها قبل العمليه عشان لو حصل جاستريك ريجيتيشن او اسبيريشن ما يدمرش اللنج. جيب اورال بنزودازبينز مهدئات بالليل، ياخد حاجه مهدئه قبل ما ينام بالليل عشان يعرف ينام. بيجي لنا عيانين ثلاث ايام صحيين مش نايمين من الاسترس والخوف. بنخدره عادي خالص. نيجي نصحيه يفضل نايم. والاهل يتوتروا. طيب يا جماعه هو نايم كويس بالليل؟ لا ده بقاله ثلاث ايام ما نامش. طيب هو هياخد ثلاث ايام على ما يصحى. والله العيال بقى مجهد. يعني هو خلص الدراجز اللي احنا اديناها، خلاص اتكسرت والجسم خلص منها. بس هو مجهد مش قادر يستجيب، مخه خلاص عايز ينام. نصحي فيه ما نصحي يصحى وينام. طيب يا جماعه هو واخد ثلاث ايام معانا بقى على ما يصحى. خلاص فالحته دي برضه لازم نلاحظها ولازم العين ياخد سيديشن قبل العمليه. مورنينج دوزز اوف انتي هايبرتنسيف دراجز اللي قلناها 50 مره. امتى اجل العمليه؟ اجلها لو العيان في هوم موربيد كونديشن not under optimal control, acute upper respiratory tract infection, recent food intake لسه واكل. بعض العيانين بيستعبطوا. يلا هات العيان عشان يعمل العمليه. المفروض ان الدكتور قايل له صوم. او ما قالهوش نسي يقول له مثلا لا اصل انا لسه فطران دلوقتي وضارب مش عارف سندوتش حواوشي وسندوتش مش عارف يخرب بيتك على الصبح. يعني ده كلام؟ ده انت يا ابني داخل مستشفى، يعني نفسك مفتوحه للاكل وانت رايح تعمل عمليه دلوقتي وهتتخدر؟ حرام عليك. يعني ايه الدماغ دي؟ ويضطر يلخبط لي لسته العمليات. ما هو الحجز اللسته ده المواعيد يا شباب. الدكتور اتاخر هيبوظ العمليه اللي وراه.
العيان لخبط في الانستراكشنز بتاعته هيلخبط لي الليسته اللي بعد، عطلت عيان اخر او عطلت الجراح اخر. فالالتزام بالمواعيد، وعشان كده انا جيت قبل الميعاد بنص ساعه عشان يبقى عندي حق لما واحد يتاخر ارفضه او ازعق له، مش هيتكلم لانه هو غلطان وغلطه مش قاصر عليه هو شخصيا، غلطه بينعكس على الاخرين طول اليوم. لو واحد اتاخر ساعه الصبح كل اللي وراه بيتاخر ساعه، خلاص وعيان هيصوم ساعه زياده، العيانين هيصوموا ساعات زياده. تخيلوا ما يبقى طفل صغير بقى صايم 6 ساعات والمفروض ساعتين بس، يبقى 7 ساعات. Refusal to sign informed written consent، لو ما رضاش الكونسنت الغي العمليه. واحده حامل بس عمليتها قلت مش emergency، لا ناجلها لغايه لما تولد بالسلامه وبعدين نعمل عمليه. Emergency operations without adequate resuscitation، خلاص عيان جاي في كروما خلاص بس ما صلحش كويس في الرعايه قبل ما يدخل العمليه، فاحنا هنأجل العمليه لغايه ما الحاله الصحيه تستقر وبعدين ندخل عمليه. الا اذا كان بينزف مش هيصلح، هتدي له دم من هنا هيفر من هنا، فده هيدخل العمليه بالدم بتاعه ونكمل الريسسيتيشن في العمليات عشان الجراح يدخل ويقفل مكان الدم اللي بينزف. نريح 5 دقايق. تماما. بعتت بتوع امبارح، بعتت بتوع التسجيلات بتوعت المحاضره امبارح. ازيك يا اخبار؟ ايه الاخبار؟ كيف؟ ميديكيشن، بري ميديكيشن، يعني هديله ادويه علشان وصلتك رساله ده الاستابيلايزيشن او بريفنشن لحاجه سمع. انا مش عايزها تحصل ثاني ان شاء الله. بري ميديكيشن علشان اعمل استابيلايزيشن وصلتك رساله في او بريفنشن لحاجه مش عايزها تحصل. زي ايه مثلا؟ بص بس هاخد القرار من المصور بقى المشكلات اللي بنستخدمها في التخدير. الاوبويد مثلا وادويه التخدير معظمها بتعمل برادي كارديا، برادي كارديا. انا مش عايز يحصل برادي كارديا، اعمل ايه؟ ادي العيان اتروبي انتي كولينرجيك دراج، ادي له اتروبي. الاتروبي بيعمل ايه؟ وانا طول ما انا صاحي عمال ابلع في صلايفه، كلنا بنبلع. طب لما بنام ما ببلعش، الريفلكس ده بيروح، فالسليبري سيكريشنز اللي بتتفرز ما بتتبلعش، تتكون في بق العيان. اجي اصحي العيان الاقي بقه مليان ميه، فعشان نقلل السيكريشنز دي نديله اتروبين. وعشان ما يحصلش برادي كارديا من الانستيك دراجز ندي الاتروبين، فهو بيعمل لي حاجتين، بيزود الهارت ريت، يحافظ على الهارت ريت يعني يمنع برادي كارديا، في نفس الوقت يقلل السكريشنز في الاندوبرونكيال او في الاورال كافيتي عشان ما تعوقش نفس العيان لما يسحب. فالمبريكال بري ميديكيشن اللي هو خلال ساعه او ساعتين قبل الانستيزيا ادي له انكزايوليتيك او سيداتيف زي البنزودايزيبين. البنزودايزيبينز كان زمان الفاليوم لو حد عارفه او سمع عنه. احنا في العمليات ندي شورت رابيد اونست شورت اكتنج دراج اسمه ميدازولام. ميدازولام ده نوع من انواع البنزودايزيبين، رابيد اكشن شورت ديوريشن. الميدازولام تو ريليف انكزايتي اند فور انتي جريد امنيزيا، يعني هو بيخلي اي حد داخل عمليه بيبقى ستريسد متوتر، بيوصل التوتر ان العيان يبقى في رعشه في ايديه من التوتر، ضغطه عالي، نبضه عالي. في بعض الناس ما بتبقاش مركزه من الخوف، فانا بديله حاجه تهديه عشان اعرف اتكلم معاه. البنزودازبينز بتعمل حاجه اسمها انتي جريد امنيزيا، يعني هينسى الاحداث الجايه. خلاص؟ يعني انا لو مثلا اتعصبت عليه بعد ما اديله الميدازولام ده هينسى ان انا اتعصبت عليه مثلا، يعني
شاف مثلا منظر الفواليس في اوضه العمليات وغرفه العمليات مرعبه والالات والنشاره ومش عارف ايه والشواكيش بتاعه العظام، هيترعب. يوم لما اديله ميدازولام قبل ما يدخل العمليات هيشوف الحدث ده، بعد شويه هينساه مش هيفتكره. خلاص، فميزه الميدازولام ان هو بينسي العيان الاحداث اللي هي البيري اوبراتيف اللي ممكن تكون سبب في انها تعمل عنده سايكيك تروما بعد كده، لدرجه ان العيان بيبقى ظريف جدا. خلاص احنا ادينا له الايه؟ الميدازولام. يعني خدنا هيستوري وكل حاجه وخلاص مش عايزين منه حاجه بقى، نبدا نجهزه يعني. نديله الميدازولام، اروح واجي ارجع له تاني يعني. ازاي؟ وانت مين؟ يقول لي انت مين؟ وانا اللي كنت معاك من شويه، انا دكتور التخدير. افتكرت. طب هي العمليه هتقعد كام ساعه؟ ساعتين. طيب ويسكت. وانا هعمل عمليه ايه؟ اروح واجي او اغيب عنه شويه ارجع. وانت مين؟ يا ابني ما انا لسه كنت معاك شويه ما تزهقنيش. انا فاهم هو بيسال ايه يعني، انا فاهم. في بعض الناس ما بتبقاش فاهمه يعني، الجراح مثلا مش فاهم ان العيان واخد دور ميك اب، فالعيان يساله نفس السؤال، يا دكتور لو واخد نصفي مثلا وصحي اثناء العمليه، يا دكتور انا هخرج من المستشفى الساعه كام؟ يقول له الساعه 5 بعد شويه. يا دكتور انا هخرج من المستشفى الساعه كام؟ يقول له الساعه بعد الساعه 5. ثلاث اربع مرات يوم الجراح يزهق، ايه يا ابني؟ يعني وهكذا. الميزه ان احنا العيان بينسى الاحداث او اي حاجه ضايقته، سواء عن عمد او بغير عمد، غالبا اي حاجه بتحصل بين الدكتور والمريض بتبقى عن غير عمد. احنا مش بنبقى متعمدين ان احنا نزعل العيان او نزهق العيان او كده. ف الامنيسيا دي مهمه جدا علشان ينسى البري اوبراتيف ايفنتس. ندي انالجيزكس زي الاوبويدز، مورفين، بيسيدين، فنتانيل، بنسميها بري ايبتيف انالجيزيا قبل العمليه بساعه. بديله المسكن بتاعه سواء باراستامول، نونسترويد، اوبويد، بديهم الثلاثه في الميجر سيرجري علشان العين لما المشرط يتحط يكون البين باس واي بتاعه للبرين بلوكت، فيقوم بنعمل حاجه اسمها بري ايبتيف انالجيزيا، بحيث ان بوست اوبراتيفلي الالم هيبقى اخف. لكن لو جرحت العيان هو نايم بينه كل ومش واخد مسكن بيصحى يصوت من الالم مهما تديله مسكنات، لان البين باس واي كان لسه شغال، فالبرين انفورمد ان في كاتنج ووند حصل وسيفير بين حصل، تيجي بقى تعالج في التروما اللي حصلت في المخ دي تاخد وقت وتاخد جرعات اعلى. فالبري تمتف انالجيزيا يعني ادي المسكن قبل ضربة المشرط بالوقت الكافي اللي يسمح للمسكن يكون اشتغل صح. انتي كولينرجيك الاتروبين، انتي ايميتنج عشان العيانين اللي ممكن يكون فول ستومك او غيره، او بعض الادويه بتعمل نوزيا وفوميتنج زي الميتوكلوبرامين اللي هو البريبران، او الاتش تو بلوكر زي رانيتيدين او الزنتاك، انتي اسيد زي الصوديوم سيترات، او البروتون بامب انهبيتور زي الاوميبرازول او الكونترولون. انتي بايوتيك بروفلاكسس مهم جدا، ودي برضو بعمل فيها خناقات مع الجراحين. ليه؟ يا رب الجراحين اللي قاعدين قدامي يفتكروا الكلام ده. الانتي بايوتيك بيتاخد قبل العمليه بساعه او ساعتين في الدور. ما تستناش دكتور التخدير يديك الانتي بايوتيك بتاعك، لانك هو بيخدر في 5 دقائق، انت بتفتح بعد 5 دقائق. ما خدش وقت، حتى انا لو انا فايق وفاضي من البنج بتاعي ان اشتغل شغلك، انا هديهولك دلوقتي انت هتشتغل بعد 5 دقائق. الانتي بايوتيك لسه ما وصلش للحته اللي انت بتفتح فيها، ويزعل يقول لك يا دكتور ما بتديش انتي بايوتيك ليه؟ لا يا حبيبي دي مش شغلانتي. الجايد لاينز بتقول لك ادي الانتي بايوتيك فوق علشان ينزل العمليه يكون اشتغل خلاص. خلاص؟ وبعدين انا بخدر العيان، عندي ادويه بترفع الضغط وتوطي الضغط وتزود الهارت ريت وتوطي الهارت ريت. لو الانتي بايوتيك فيه رياكشن هعرفه ازاي؟ وانا معايا كذا دواء شغال بيهم، اميز بين الادويه وازاي؟ فانا مستحيل ادي انتي بايوتيك وانا شغال في بدايه الانستيزيا. لازم هحضره وهعمل سكين تيست واستنى تلت ساعه علشان اشوف السكين تيست فيه رياكشن ولا مفيش رياكشن، وبعد كده ادي لك الانتي بايوتيك، تبقى انت خلصت العمليه خلاص. والانتي بايوتيك لسه ما وصلش للجرح بتاعك.
الانتي بايوتيك في الدور قبل يتعمل سكيل تيست الرجي تيست ويتاخد قبل العيان ما ينزل العمليات بساعه. خلاص؟ في سايكولوجيكال سبورت او بريباريشن اللي هو الفاميلياريتي. مفيش حاجتين واقفين على الباب؟ مين اللي واقف على الباب؟ في سايكولوجيكال بريباريشن يعني ايه؟ لو انا بزور العيان هفهمه ان الدنيا بسيطه وما تحملش نفسك فوق طاقتها وان العمليه ان شاء الله هتتم على خير ونطمنه من ناحيه الانستيزيا وخطوره الانستيزيا ونطمنه من ناحيه البوست اوبراتيف بين النقطتين اللي هو بيخاف منهم. انا عن نفسي لو هعمل عمليه بخاف من البنج اكتر من الجراحه مع اني دكتور تخدير بس هخاف من التخدير والبوست اوبراتيف بين اكتر من اني اخاف من الجراحه نفسها لان الجراحه مادتها يعني انا لو هعمل عمليه ما انا لازم اعمل العمليه بس ايه اللي حوالين العمليه؟ التخدير هتخدر سيف ولا هيموتني؟ ماشي؟ طيب البين الالم بعد العمليه هيظبط لي الالم بعد العمليه ولا هيسيبني اتالم؟ هما دول النقطتين اللي بيقربوا اي مريض فلازم العيان يبقى مطمئن من ناحيته. عشان كده احنا بنشتغل اكيوت بين اند كرونيك بين عشان ابقى بيرفكت في البين مانجمنت ما اخليش العيان يحس بوجع. في سبيشال مانجمنت اللي هو السموكينج والبلمونري امبوليزم. السموكينج سيجارت سموك كونتينز كربون مونوكسيد which increase كربوكسيل هيموجلوبين ليفل تو 15% of hemoglobin and decrease arterial oxygen content يعني بيخلي العيان هايبوكسيك بدل ما يبقى 97% يبقى 85% ده مبدئيا كده قبل ما ندي بنج العيان هايبوكسيك. الجماعه اللي بيدخن فورشنيتلي كربوكسيل هيموجلوبين هاف لايف از شورت كربوكسيل هيموجلوبين بيختفي من الدم بعد 4 ل 6 ساعات يعني لو هو صام الست ساعات اللي احنا بنقول عليهم ان شاء الله يبقى هيصحى بخير. لو صام 12 ساعه احسن، لو صام يومين احسن، لو صام شهرين احسن عن التدخين، لو وقف التدخين شهرين احسن. طيب ان اديشن نيكوتين زي ما بيعمل كربوكسيل هيموجلوبين بيزود الميوكارديال اوكسجين كونسامشن بيزود الاكتيفيتي اوف ذا هارت يعمل كورونري فازوس باز ويزود الكونتراكتيليتي ويعمل تاكيكارديا ويزود البلاد فيسكوزيتي يقلل السيوله والفلو بيقلل سهوله الفلو اوف بلاد. البلاد ده الريد بلاد كوربسلز اللي فيها الهيموجلوبين شايله الاكسجين عليها فلو الفلو بتاع الدم مش كويس في السمول ارتريز والكابيلرز لو الفلو مش كويس هيعمل لي اسكيميا للعيان. فالنيكوتين بيزود الفيسكوزيتي اوف بلاد ويعمل بليتلت اجريجيشن في ريسك ان يحصل انسداد في شرايين القلب. اسكيميك هارت ديزيز بيعمل لي سي او بي دي بوست اوبرتيف ريسبيراتوري كومبليكيشن يقعد يكح وسكريشنز كتيره وبرونكوسبازم ويزرق بدون اي داعي. خلاص؟ في الحاله دي هضطر ادخله رعايه بقى. يعني عنده برونكوسبازم ومزرق محتاج اكسجين هطلعه دور ما ينفعش يتحط في دور لازم يتحط اندر مونيتورنج وسورس اوف اكسجين برونكو دايليترز بعد ما كانت عمليه بسيطه وسهله وبتخلص في 5 دقائق خدنا فيها يومين ثلاثه على ما صلحنا مشاكل التدخين. خلاص؟ وبيزود الريسك اوف مالجنسي. طيب هوقف التدخين امتى قبل العمليه؟ لو وقفه 12 ساعه قبل العمليه ده سؤال ام اس كيو الحاجات دي بتيجي في ام اس كيو. لو العيان وقف التدخين قبل العمليه ب 12 ساعه ايه البينفيت اللي هتحصل؟ هيقل الكربوكسيل هيموجلوبين ليفل اند يقل الكورونري فاسكولار ريزيستنس يحسن الكورونري بلاد فلو ويزود الارتيريال اوكسجين كونتنت اللي واصل للقلب يبقى مش هيحصل اسكيميك هارت ديزيز. ده لو صام 12 ساعه بس عن التدخين. بلاقي عيانين يدخلوا لي اوضه العمليات ريحه السجاير تبع من بقهم يعني هو صايم يعني في ناس بتصوم سنة رمضان وفي ناس بتصوم على مزاجها. الدكتور ما قاليش اصوم عن التدخين. يا ولد ما قالكش تصوم عن التدخين.
هو زي ما بعض المشايخ بيقول لك التدخين لا يفسد الصيام، صح ولا ايه؟ فده بقى لك ما هو قال لي ما قالش طبعا التدخين، وانا لسه مدخن سيجاره دلوقتي قبل ما ادخل العمليات، يجي لي بقى ريحه الدخان طالع من بقه، فتوقعوا البرونكوسبازم والهايبوكسيا في العيانين دول 12 ساعه هيجي. لو صام يومين عن التدخين، وقف التدخين قبل العمليه بيومين، النيكوتين ستيمولاتنج افكت على الكارديوفاسكولار سيستم هيروح، والسيلياري فانكشن بتاعه البرونكاي والبرونكيولز هتتحسن، فلو في بلغم او سكريشنز هيقدر يكح ويطردها بره، والميوكارديا مفيش كورونري فازوسباز، والسيوله بتاعه الدم هتبقى احسن، فمش هيتعرض لكاردياك اسكان. فلو هو صام عن التدخين يومين، النيكوتين ستيمولاتنج افكت على الكارديوفاسكولار سيستم هيبقى امبروف، وهيحصل امبروفمنت السيلياري فانكشن بتاعه الخلايا بتاعه البرونكاي والتراكيه والبرونكوس، يقدر يطلع السكريشنز اللي موجوده عنده. طب لو صام عن التدخين اسبوعين هيقلل كميه السبيوتم، انتوا عارفين المدخنين دول بيقعدوا طول الليل يكحوا، صح ولا ايه؟ بيطلعوا بلغم كتير ومش عارف ايه. بعد اسبوعين من وقف التدخين كميه السبيوتم دي بتقل خالص ويرجع للنورمال ليفل بتاعه. لو وقف التدخين شهرين قبل العمليه الكورونا برونكايتس نفسه هيقل، هتلاقي السكنس بتاع الوول بتاع البرونكيولز والبرونكاي والتراكيه قلت، السكنس قلت والدنيا بقت احسن والمصل التون بقى احسن، البرونكوس باز مش هيبقى فيه برونكوس باز ولا سكريشنز، العيان هتخدره وتحط له انبوبه حنجريه وتشيل الانبوبه الحنجريه سموث ويصحى زي الفل من اوضه العمليات لغرفته للبيت، خلاص مش للرعايه المركزه ولا حاجه. لو وقفت شهرين الاميون سيستم بتحسن والانزيمز بتاعت الليفر بتتحسن. المشكله الثانيه اللي بتواجهنا الريسك اوف ديب فين ثرومبوزس اند بالمونري امبوليزم. بالمونري امبوليزم يوجوالي ريزلتس فروم ديب فين ثرومبوزس ذات ستارتس ان ذا فينوس بلكسسز اوف ذا لور ليمز اند بلبس اكستندنج اب تو ذا فيمورال اند ايلياك فينز. Pulmonary embolism is responsible for 10% of hospital deaths. 10% من المورتاليتي في المستشفيات سببها البلمونري امبوليزم. عيان يبقى محجوز في المستشفى 3 4 ايام ويعمل عمليه ويتخضى ويصحى على خير، ثاني يوم يبدا يتحرك في الدور خلاص، وهو خارج بقى من المستشفى على باب المستشفى يحصل له بلمونري امبوليزم ويموت على باب المستشفى. ليه كده يا سيدي؟ ما هناك بقى اسبوع نايم ما بيتحركش، فعمل ديب فين ثرومبوزس، لما بدا يتحرك حصل شاورز او امبوليزمز من الديب فين ثرومبوزس، عملت بالمونري امبوليزم تفريق البالمونري ارتري ارستد، نسمع عنها كتير يعني. بتحصل امتى؟ بتحصل يوجوالي بالمونري امبوليزم دايما بتحصل في اليوم الثالث لغايه اليوم ال 21 بعد العمليه، مش كل العيانين بس الهاي ريسك بيشنت. البريدسبوزنج فاكتورز فور بالمونري امبوليزم برونجد بيد ريست، نايم لفتره طويله في السرير ما بيتحركش، بريجنسي ستات الحوامل، دلوقتي دكاتره النساء بيدوا ستات الحوامل اسبوسيد وكليكسان عشان يمنعوا الديب فين ثرومبوزس والبالمونري امبوليزم، البربريوم بعد الولاده، الاستروجين زي ما قلنا من شويه الست اللي كانت بتاخد حبايتين استروجين، الاوبيسيتي موربيد اوبيس، الاولد ايج بيبقوا ده هيدريتد، كميه الميه والبلد فوليوم عندهم قليل، فبيحصل سلوينج للهرو بتاع البلد في البريفرال فيزيتس او البريفرال فيزيتس، فبيحصل يزيد الريسك اوف ديب ثرومبوزس، تروما كانسر اند ديهايدريشن، كل دي بريدسبوزنج فاكتورز فور ديب ثرومبوزس اند بالمونري امبوليزم. العلاج هدي اكسجين ومسكنات، ولو في اريزميا اعالجها، وادي هيبارين ثيرابوتيك دوزز، ولو محتاج عمليه نعمل عمليه. بالبروفلكسس ان كيس اوف هاي ريسك بيشنت، اعمل بروفلكسس ازاي؟ انتي كواجلانت يوزنج هيبارين 5000 وحده تحت الجلد كل 12 ساعه بيقلل الانسيدنس اوف ديب فين ثرومبوز اند بالمونري. الورفارين والاسبرين provide some protection against venous thromboembolism.
كومبريشن ستوكينج، شراب الشرابات الضاغطه اثناء العمليه. النيوماتيك ليج كومبريشن ديفايسز، جهاز يقعد ينفخ ويفض كده حوالين الرجلين اثناء العمليه لغايه ما العمليه تخلص، يعني بيزود سرعه الدم، يمنع البلط استجنيشن يعني توقف او سلو، يمنع السلو فلو في البريفرال فيزنس يعني اثناء العمليه. طيب ايرلي موبيلايزيشن، بعد ما يبدا. طب هو واحد عامل او واحده عامله هيب ريبليسمنت، مغير مفصل الحوض او مفصل الركبه، طيب يعني هتمشي ازاي؟ هتمشي ازاي وهي لسه عامله عمليه ميجر بالشكل ده؟ ما هي عرضه ان يحصل لها ديب فين ثرومبوزس. نعمل ايه؟ لسه قايلين بقى الجزء الثاني من التخدير، بين مانجمنت، نعمل جود بين مانجمنت، انالجيزيا، سترونج انالجيزيا عشان العيان يبدا يتحمل يدوس على رجله. فبنركب لهم ابيديورال كاستر زي الابيديورال بتاعت النورمال ليبر دي اللي هو بينلس ليبر، بحيث ان ما يبقاش في الم والعيان يبدا يتحرك ويمشي على رجله، ونقلل الريسك بتاع الديب فين ثرومبوزس. لو عمليه فيها تورنيكيه يعني الرباط ضاغط اثناء العمليه، عمليات العظم على الذراعات وعلى الرجلين، هنحط تورنيكيه، هنمنع الدوره الدمويه، نقفلها لغايه ما الجراح يخلص العمليه وبعدين نفتح، هنقفل القصه دي ساعتين مثلا. طيب لو العيان عنده ريسك اوف ديب فين ثرومبوزس سواء في الابر ليمب او في اللور ليمب، نحط تورنيكيه؟ لا ما ينفعش. لو قدرنا نعمل العملية من غير تورنيكيه يبقى أخطر، لأن كده هنزود الريسك اوف ديب فين ثرومبوزس. أول ما أفتح التورنيكيه هيبقى في ثرومبس اتعملت، أول ما تفتح الدم يمشي يوصل للهارت يعمل بلمونري امبوليزم. ريجنال أنستيزيا، السباينال والإبيديورال والكودر والحاجات دي لما هنشرحها في المحاضرة اللي بعد كده إن شاء الله. ريجنال أنستيزيا الأدفانتج بتاعتها هي بتعمل فازودايليتيشن فتحسن سرعة الدم فتقلل الريسك اوف ديب فين ثرومبوزس أحسن من الجنرال أنستيزيا. البروجسترون كونتراسيبتيف دونت انكريز ريسك اوف ديب فين ثرومبوزس، يعني الست لو خدت بروجسترون كونتراسيبتيف بيلز كنا عملنا العمليه، لكن هي خدت استروجين اللي بيزود الريسك اوف ديب فين ثرومبوزس، والحمد لله ربنا انقذنا منها وعدينا من تحت ايديها، مش هي اللي عدت من تحت ايديها. شكرا جزيلا. لو في اسئله